من أشهر القصور في العالم هو قصر ملكة إنجلترا. عدد الأوض اللي فيه 775 أوضة، منها 240 غرفة نوم، 188 غرفة للموظفين، 52 غرفة ملكية، 19 غرفة رسمية، 92 مكتب، 78 حمام، بالإضافة للغرف المخصصة للضيوف. حبوا يقدروا سعر القصر في سنة 2020 وصل ثمنه لحوالي 7 مليار دولار. تفتكروا القصر بالشكل ده هتكون الزينة اللي فيه شكلها ايه وتكلف كام؟ من لوحات فنية وتحف أثرية وأساس مطلب الذهب أكيد هتكون مليارات الدولارات. أما القصر ملك الملوك ورب الأرباب هيكون شكله ايه؟ والزينة بتاعته شكلها ايه؟ طب هو القصر ده مكانه فين أصلا؟ نلاقي الكتاب في سفر شعية بيقول: كل غنم قدار تجتمع إليك، كباش نبيوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي. ومين هو بيت جمال الرب؟ يقول كاتب الرسالة للعبرانيين: وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن، إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. يعني إحنا المؤمنين بيت المسيح؟ معنى كده أننا إحنا المؤمنين بيت جمال المسيح؟ معنى كده أن ربنا نفسه هو اللي هيزين بيت جماله؟ الله كلي القدرة، خالق السماوات والأرض، المذخر في جميع كنوز الحكمة والعلم، هيزيننا إحنا؟ طب يا رب، وإحنا فينا جمال أصلا عشان تزينه؟ ده إحنا كلنا عيوب، واللي عامله الشيطان في بيتك مش قليل، لا يكل ولا يمل من تلطيخ بيت جمالك. ده إحنا كنا مطروحين يا رب، ملناش قيمة ولا كيان تقول علينا بيت جمالك. ويجاوب المسيح ويقول: فاكرين السامرية اللي عاشت مع 5 أزواج والأخير رقم 5 ما كانش جوزها؟ مشت لها مخصوص 6 ساعات على رجلي عشان أقابلها وخلصها من الهلاك. اوعى يجيلك الشيطان ويقولك انت مالكش قيمة، انت ميت مهما عملت ومهما امتلكت. يمكن يكون الكلام ده صح من وجهة نظر العالم، لكن من وجهة نظر المسيح انت ليك كل القيمة. انت موضوع لذة المسيح وشبع المسيح، زي ما شبع المسيح بالسامرية ورفض انه ياكل وقال: انا لي طعام لآكل لستم تعرفونه انتم. المسيح عايز يتلذذ بالحديث معاك والشركة معاك عشان تصبح بيت جماله، وساعتها هيقوم هو بنفسه بتزيينك. بس خلي بالك، لو ليك شركة مع سيد آخر أو بتعرج بين الفرقتين فإنت بتفسد بيت جمال الله. طب هتزين بيت جمالك إزاي يا رب؟ هتزينه بالياقوت؟ لا. بكل غنى سليمان؟ لا. ولا كل كنوز العالم تكفيني إن أزين بيها بيت جمالي. هزين بيت جمالي بالحب، هزين بيت جمالي بإني أحبك يا إنسان، هي دي الزينة الحقيقية. المسيح اشترانا بالحب، فدانا بالحب، قدسنا بالحب، وبيزيننا بالحب. ده مش بس كده، ده من أجمل معالم التزيين إن المسيح يقولك هزينك بإني أديلك ضيقات متنوعة، بس هديلك معاها خمر الحب اللي مش بس هتنسيك الضيقات زي خمر العالم، لكن ترفعك فوق الضيقات، زي ما قال إشعيا: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها. عارفين أنا زينت الصفانوس إزاي؟ اترجم حتى الموت، لكن وهو في بيت الجمال شخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، وقال: هأنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. وزي ما زينت بولس بضربات وجلدات وسجون، لكن هو في بيت الجمال ارتفع فوق كل ده ورنم وهتف وغنى: أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. الحب هيرفعك فوق كل ألم الزمان الحاضر، وتبقى زي الحمام تطير فوق الألم والمصاعب، وتقول مع بولس: صحيح اتجلدت واتهنت واتضربت واتسجنت، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً.